هذا هو المشهد في شوارع العاصمة عمان قبيل عيد الأضحى. ملامح فرحة العيد غير واضحة على المواطنين في ظل استمرار الحرب على غزة وأزمة اقتصادية مستمرة تلقي بظلالها على الشارع الأردني. السنة هاي يعني ما في عيد، طول ما الحرب موجودة بغزة والناس اللي بتموت والوضع الاقتصادي ما هو مشطوب أصلاً وما في عيد. والله يعني هو في حزن ويعني في ركود كتير، والله هي فيش حدا في الشوارع، يعني لا مبين لا عيد ولا أي شيء. هو الوضع الاقتصادي الصعب وكمان إيش عشان وضع غزة. غلاء الأسعار من ناحية وتضامن مع غزة من ناحية أخرى، خيارات باتت تؤرق المواطنين مؤكدين تغير الحياة منذ 7 أكتوبر، فلم تعد أجواء العيد حاضرة في الأسواق والمحلات التجارية. أنا عندي محل ألبسة هون في وسط البلد، تمام، يعني أوضاع غزة أثرت، بس إجمالاً هو الأوضاع الاقتصادية يعني إحنا بالنسبة لنا تجار الأطفال يعني أوضاع بالمرة سيئة، عرفت كيف؟ يعني كل التجار بتشكي من الأوضاع هاي، وعد عن هيك يعني أوضاع غزة كمان مؤثرة. رغم التحديات يبقى هناك بصيص أمل يتمسك به الأردن في ظل حرب لم يشهدها التاريخ الحديث، وجميع العيون تبقى على غزة. عيد دون بهجة، شعار أصبح يتردد في الشارع الأردني تضامناً مع أهل غزة، فلم تعد استعدادات وفرحة العيد كسابق عهدها حتى تعود الأرض إلى أصحابها. من عمان آية السيد، هنا القاهرة عاصمة الخبر.